رقم سبب ساعة خدها يا رقم سبب ساعة خدها بو هذا فيديو ماشي الخاوتنا اللي راهم يشوفوا راهي الخاوتنا تاع اللي يرجي والطارك والمخابرات والبريكول وكذا. انا هكذا في راسي داخل راسي ديسيدي درك ان شاء الله راني طالع الحيدرة المكان ومقر هذا الذباب الالكتروني راني رايح ليه صح. الناس هادو الدنيا شرفي وهضروا في المخلوق صح. وانا عندي المخلوقة هي الوطن صح. كاين واحد فيهم انا جبت لادريسي بي تاعو بصح انتوما ماشي دولة. شحال مخترا نقول لكم انتوما ماشي دولة. انا نهاب ونجيب حقي بذراعي على خاطرش كي نجي نشكي لك ونقول لك بلي يا بنادم انسان هذا ضرني ولا اذاني انت ما دير والو. انا درك ان شاء الله راني هابط الحيله. انتوما يا جماعه الذباب على بالي بلي راكم تشوف راني خرجت لكم فيديو تاعكم. درك راني جاي الحيله لهذه قناه الاستمراريه ان شاء الله يا رب يكتب لي يا ربي نصفي حسابي على خاطرش كيما قلتها ونعاود نقولها ونبقى دائما نقولها. انا الوطن عندي اللي راني نضارب عليه فيه مرتي وفيه ولدي. باش يجي ديوث اللي ما يقدرش يقابل في الوجه ما عندوش الشرف انه يقابل في الوجه لانه نضرب مع سيادتك وسعيد بوتفليقه اللي راك تشيط انا نعرفه والقايد لك تشيط وانا نعرفه وكل اللي فلو يخلص فيك انا نعرفه ويا الذبابه انت دنيت وهدرت وما دنيت ليش غير ليا دنيت لجميع النشاط ورجعت للبلاد هذه بلاد جايحه. ومالوروزمون كاين ذر اللي ما عندهاش مام با شرف. انا اللي جايك الحيدرة وقسما برب العزه والجلال وراني قال غير جايك الحيدرة وتكون فيها موت ولا حف والله ما نرحمك. وانت يا كولينا راني جايك ثاني لدارك الحمد لله راني في ارجي درك ولا والله ماني سامع بواحد وانا ما نعترفش مام با بلي كاينه دوله. هذا الناس دنات وانا عندي لي كابتور تاعهم. هذا الناس رخصهم نقرا لك كومونتير رخصهم هذا اللي يعني رايح ليه. واش يقول لي واش يا عتلان وانت تدخل للحبس باش نجيب للمخلوقه شويه مصروف توحشتها مسكينه تكرم الضيف وما تخليكش تروح يديك فارغي على الاقل سويعه ولا زوج. واذا حبيت تبات كثر الدراهم برك يا ديوث انا مرتي بنت دوار وبنت الحمى وعايشة في صيف وانا داري بس حتى بنادم يجيب لي المصروف وانت لانه مرتك كي تكون تشوف في عدلان بصح ما نهدرلكش لانه كاين ناس بالك نحترمها هنا. انا دركا نجي ليك لدارك ودركا اللي جايك الحيدرة وما كان تقلعوا تجرو يا الذوبة قسما بربي غير نهلكك ذراع هذه اللون. وتعرف شكون عدلان ملاح؟ عدلان ملاح اللي ما مركش من السعيد والقايد عمره لا مرق من بنو ادم. سقسي على عدلان ملاح وين تربى وين عاش يفهمك. انا اللي جايك وليا مور ما نجيك القاضي اللي يحكم لي ان شاء الله يطيح في قاضي راجل ولا قاضيه فحله لانه الانسان هذا درنا لي شرف ولانه ما عنديش مؤسسه امنيه نشكي فيها ولا نهدر فيها وتعطي لي حقي ودنا لخاوتي ثاني في شرفهم ماشي غير هذا. امير لاقيت بوشاشي فيس طابو ماك امير ابو راوي متبرجه وكذا هذو ما عندهمش قيمه رجله وشعر. انا اللي جاي وكي نجيك ونصفي معك الاحساب نروح نرقد في داري ولا نروح نرقد في سيلوله ماني سامع بك. هذه الاولى الزوجه برك باش هذا وخاوتنا الناس اللي رايس في فيسبوك وكذا وتكومونتي هذا العالم اللي راكم تكومونتي فيه وتهضروا فيه هذا عالم كاين ناس سبلت ارواحتها للدفاع في الاصل على مصالح وطن والدفاع على مصالحك وباش تنقل لك صوتك وتوصل لك صوتك. الناس هذو انتم الاولين اللي تفرحوا كي يتهاجموا وانتم الاولين اللي تبارطاجيو الهجمات عليهم.
هذا الناس هي اللي يسب الارواح ديالها، هذا الناس هي اللي تتحدى في النظام، هذا الناس هي اللي تضارب مع النظام. واحد كيما امير بوخرس، واحد كيما امير بوخرس اللي يقول لك جاوا حبوا يخطفوني في فرنسا، واحد كيما العربي زيطوط حركي خاين وين خان كان استخبارات ليبيا. حمود ديك كاش واحد عنده العقل ويحب يخون بلاده يخونها مع ليبيا. كريم طابو مارك زبيدة عسول متبرجة، ما حبيتوش ما حبي كاين ناس ما حبتش ترفع مستواها الفكري على الاقل باش تهضر على بلاد وباش تدافع على بلاد. انا جينا لك جينا لك عطينا لك فيديو تاع ناس راهي تخدم، هذا الناس هذا الناس اللي راهي تخدم ودير في هذه الهجمات اللي فيها شرف ناس، فيها شرف ناس، فيها مصلحة وطن وتهضر وتلكك. هذا الناس هذا الناس خي جزائريين، ثاني جزائريين هذا الناس يا اخي جزائريين. هذا الناس باعت بلادها ب 500,000 فرانك، 500,000 فرانك، 500,000 فرانك باعت الشرف تاعها وباعت بلادها. هذا هو المشكله اللي رانا واقعين فيها. قبل ما الانسان يبدا يهضر على تغيير النظام لازم تتغير ذهنيات، لازم الجزائري لازم الجزائري يعاود يولي الاصل وجدوده. هي المشكله، المشكله ماشي هذا، المشكله في البلاد هذه، المشكله في البلاد هذه انه الحكايه هذه ثاني صرات. خالق الثوره واحد من اللي خلقوا الثوره، استعيبات تلاقى واحد منهم خلق الثوره، سي مصطفى بن بولايد خلق ثوره، خلق ثوره مصطفى بن بولايد خلق ثوره. بسواردو جاب السلاح، بسواردو بلا بسواردو قاتل، بسواردو راح للحبس، ما اللي خرج من الحبس وهرب من سجن قسنطينه. اصحابه اللي كانت معاه اللي هو حطهم باش يدخلوا في حراك وباش يدخلوا في ثوره ضد المستعمر، ولو يقولوا عليه خاين بعثاته فرنسا. معايا سي كريم بن قاسم، سي كريم بن قاسم اصحابه اللي كان يجاهد معاهم واللي كان يعلمهم يطير ويقنصوا بالسلاح ويعلموا باستراتيجياته، قالوا عليه بلي الانسان هذا كيهرب من الجزائر مضطهد ومهجر، قالوا عليه بلي يتعامل مع اسرائيل باش يجيب اسرائيل للجزائر وغيره وغيره. هذا هو الشعب، هذا هو الشعب، وهذه هي الذهنيه اللي كاينه عند بعض العيشر كما يسميهم الشيخ سعيد، اللي تخلي البلاد توجور موليه للنور. اذا حبيت تبني بلادك، الاصل اذا حبيت تبني بلادك وتطور بلادك وتقوي بلادك لازم انت ثاني، انت ثاني، انت ثاني. كل واحد فينا يبني بلاده بالحاجه اللي فاهمها وبالحاجه اللي باني عليها. ربي يجيب الخير. انا المهم هذا لو ميساج تاعي، انا اللي جايك الحين راهي الذبابه، والحمد لله اللي جايك وحدي، يا اللي جايك وحدي لاني نشوف اللي انت يا الذبابه حبيت تولي في بلاصه انيس القومي، وانت اللي راك تسيي تنشر حوايج تاع فتنه، تنشر الفتنه بيني وبين خويا القبائلي، تنشر الفتنه في في وسط البرج، توصل دير فتنه في كاع الولايات اللي كاينه في بلادنا. انت يا الذبابه، انت يا الذبابه، يا احقر مخلوق حامل الجنسيه الجزائريه انت. انا راني جايك الحضره، شوف سيدك كوليناف، شوف سيدك كوليناف لا يقدر يوقف على رزقه كي نوصل له الحضره. انا راني جايك الحضره، وشوفوا سيدك كوليناف، وشوفوا انت يا الذبابه يعني في عمرك 12 سنه و19 سنه لا تقدر توقف وتقابل الرجال، لكن قدرت توقف وتقابل الرجال. انا اللي جايك الحضره وجايك وحدي، وما تنساش تعيط لا بوليس وراه جاي عدلانك معايا، وانا اذا طحت في يدي، اذا طحت في يدي انفيلميك ونوري لك الرجاله واش دير، واذا ما طحت في يدي ماشي اليوم غدوه غير غدوه، لانه انتوما انتوما الناس انتوما ارخص واوطى ناس اللي قادرين. عندي 12 سنه في خدمتي، عمري في حياتي لا هدرت على مراه ولا كتبت على مراه ولا نهدر على مراه ولا نهدر في مراه ولا نقدر نهدر في مراه. انا ما نقدرش نهدر في انسان ما يقدرش يرد عليا، مراه ما نهدرش عليها، محبوس ما نهدرش عليه، فلان ما نهدرش عليه، هذا المكان. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي يطيحني يا ربي فيك، وقسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم غير ذركا في قناتي، يا نغلق لك البيرو تاع حضره يا الذبابه يا كوليناف، يا نموت وانا نسي. خاطش انت اللي راك توسخ في حراك نتاع شعب، وراك توسخ في كل حاجه، في كل حاجه. المدونين اللي راهم يدونوا اليوم، المدونين اللي راهم يدونوا اليوم، وانت تجي تحل فمك عليه وتتمزع عليه، وانت قاعد مور بي سي دي 500,000. الناس اللي راهي تكتب اليوم سفرات في عرضها وفي شرفها وفي تعبها. خونا ابراهيم البارح في البرج، ابراهيم الاعلامي البارح في البرج حابين يضربوه، بنادم حاب يضربوه، علاش؟ خاطش خالص من عند بنادم. الضغط اللي صار لابراهيم ولا التوفيق ولا الامير ولا السعيد ولا فلان ولا فلتان يعلم بها ربي، والناس هذه اذا خرجت تدافع عليه. هذه الناس ما عندهاش ميم با لو بوتونسيونال، ما عندهاش ميم با
الامكانيات اللي تطمع تدي. ابراهيم خونا وراجل وانسان فحل خياط حلمه يحل حالوته تاع خياطه ويخدم على روحه. توفيق فاليكزون قيس وقيس جهده يخدم في مديريه شباب في ولايه برج بواريريد ويخدم اجون بوليبان. امير ماشي حلمه يولي وزير وماشي حلمه يولي رئيس. سعيد بن زديره كيف كيف الناس هذو كاع والناس كاع لا يدون ماشي انا وحلمه. كاين الناس جهلهم بوشاشي يحب يركب الحراك. بوشاشي لك تهضر عليه عنده تاريخ وعنده جغرافيا ما يحتاجش يركب لانه هو راكب عقل وقلب اغلب الناس اللي تناظر من اجل الوطن. هذا بوشاشي لك تهضر عليه بار اكزومبل وعندك لو كوراج لوداس باش تهضر على بوشاشي. عرضت عليه وزاره العدل ورفضها في النظام البوتفليقي وحقه انه يكون وزير عدل ونتمنى انه بوشاشي يكون وزير عدل نتمناها على الاقل يكون عدل في بلاد. كريم طابو اللي تهضر عليه وكذا وفلان وكذا كريم طابو مد البلاد هذه اللي كان في عمره 14 سنه هو يناضل على بلاد وناضل على بلاد وماشي في بلاد. الناس اللي توسخ فيهم وفلان لاقيط لاقيط عنده باباح عيب عيب. هذا الامور اذا حبيتوا حراك يدي البلاد للافضل لازم على الاقل على الاقل على الاقل الناس تفهم باللي كل انسان من شحم والحب كل انسان اللي راك تهاجم فيه هو ماشي حركه مواطنه اللي تهاجم فيها قد نتفق معها قد نختلف معها قد نتفق مع الاسماء قد كذا. حركه مواطنه هذه كانت اول حركه خرجت للشارع الطالب بلال العهده الخامسه سعد معقبه واحد من اعمده الصحافه الجزائريه كان فيها. انا نشفى اني كتبت على اعتقال سعد معقبه 4 ولا 5 مرات وزوبيده 4 ولا 5 مرات وبوشاشي 4 ولا 5 مرات وصغير شو غيره. هذه حركه مواطنه اللي خرجت لليوم تتسب وكذا. ناس من جهلها ومن غبائها حتى كي تحب تلفق لك ملف تلفق لك اجيح ملف من جهه عدلان ملاح ماك من جهه لا عدلان ملاح مع الغديري من جهه لا عدلان ملاح مع فلان. المشكله ماشي في عدلان ملاح والمشكله ما في حتى واحد. المشكله راهي انه الناس اذا حابه تبني وطن لازم على الاقل بدايه بناء وطن انك ما تناقلش منشورات لا على ابناء مسؤولين سابقين ولا على اي واحد اللي فيها شرفهم وفيها اخلاقهم. لانه الجزائري الحر كيحب يهضر فيك يقابلك في وجهك. الجزائري الحر الكلام اللي يهضروا في السر يهضروا في العلن. الجزائري الحر ما يقدرش يروح ويكتب ويظلم شرف ناس. هذا هو الجزائري الحر. عدلان ملاح يعاود نقول لك انا لا راني مناضل سياسي لا نحتاج حاجه من هذا الحراك. الحمد لله قبل الحراك عايش ونخدم ومن وراء الحراك عايش ونخدم وعمري في حياتي لا طمعت في حاجه باش نديها ولا نقدر ندي حاجه ولا نحوس ندي حاجه ولا عندي انا ندي حاجه. اللي راه قانع يدي الله يعاون. لعبه وراي انه هذه الامور كاع وهذه الصراعات الهامشيه اللي راهي كاينه هي اللي راهي تضعف من العزيمه تضبط من العزيمه وهي اللي راهي تخلي الناس تضارب بعضها. في عود ما رانا كاع على لسان وكلمه واحده اللي هي انك تبني وطن وانك تسقط نظام. ولاد الهضره فلان من وفلان من ايه فلان سب فلان هضر على فلان. ماشي هذه المناشير اللي تتناقل. المناشير اللي تتناقل كاين عدو واحد وموش عدو قال عدو تاع حرب. كاين عدو واحد وفئه واحده هذا النظام لازم يرحل. هذا هو المطلب اللي قالوا الشعب وخلاص. كاين ناس جهلها وغباءها انه بدات تقسم فئات المجتمع الجزائري. انا صحفي كي نخرج ونخدم مع ناس ولا نخدم مع ناس اللي انت لانك مخبي في بيرو تسميهم بلطاجيه وعرايه وانا لاني عايش في وسطهم سميهم خاوتي وسميهم مغرر بهم وسميهم ناس اللي قيسهم قيس روحهم. كي نخرج ونعطوهم الكلمه لانه هذوك جزائريين كيما انت وكيما انا وجزائريين اكثر بكثير من كل مسؤول سياسي يحكم البلاد. لانه الناس اللي تحكي عليها لا خرجت كسرت ولا خرجت تعاملت مع نظام ولا خرجت دارت معنا. هذيك الناس تعرضت لالاف الضغوطات
كي نخرج ونخدم في مدينة تيزي وزو الجزائرية ولا بويرة ولا بجاية ونقول باللي خاوتنا قانعين وقاع على صوت واحد جزائر حرة مستقلة في 48 ولاية، هذا سيت ميساج ميدياتيك، هذا هو الميساج اللي نعطيه لك، هذا هو الميساج اللي نوصله لك. كي نخرج نسقسيك برا ونقول لك علاش راك في الحراك وشنو طلباتك في الحراك، هذا سيت ميساج ميدياتيك. بصح اني نجي نقول لك فلان اخته وفلان مرته هذا ذباب الكتروني، انا لي حسابي فيها هنا. خاوتنا السلام عليكم الله يرضى عليكم. علاش المحامين والقضاة ما يدافعوش على رشيد والصحافه اللي تتكلم عليه؟ على المحاضره اللي راهو فيها الإسبانية جاوبني الله يحفظك في ميزك، انا دركا روح نحكم لك 7000 محامي و7000 قضاة و7000 صحافه ونجاوبك كيما حنجاوب. رشيد نكاز ديجا الاولى ماهوش داير تليفون نعيطوا له فيه، رشيد نكاز ماشي داير ما با تليفون ديسبونيبل للصحافه. كي تحب تعيط لرشيد نكاز لازم تعيط لولد عمو ولا ولد خالو ولا تعيط لمطفي ولا تعيط لامين باش تقدر تهضر مع رشيد نكاز، باش تقدر تهضر مع رشيد نكاز. لو كونتاكت معاه الي اوسي ديفيسيل، هذا ما كان. وشنو انا متضامن مع رشيد نكاز في اي قمع راه صاري له، كيما متضامن مع المواطن علي بالحاج في القمع اللي راه صاري له. المواطن علي بالحاج ثاني اللي هو مواطن جزائري، حب اللي حب وكره اللي كره، علي بالحاج مواطن جزائري، علي بالحاج مواطن جزائري اليوم ممنوع من التنقل، ممنوع من العباده. علي بالحاج بالخميس اللي عدات ماتت اختو وباش يروح يحضر جنازتها منعوه من حضور جنازتها. المواطن علي بالحاج أسلوا له مجموعه من المحامين باش يرفعوا قضيه ضد المديريه العامه للامن الوطني على القيود اللي مديوره على المواطن علي بالحاج. مواطن علي بالحاج قد تتفق معه قد ما تتفقش معه، ولكن القيود اللي صار على المواطن علي بالحاج ماهيش مقبوله. من بين الاساتذه اللي اكدوا انضمامهم لهيئه الدفاع سي مقران هيئه العربي، سي عبد الغني بادي، سي امين سيدهم، سي ياسين قازام وحسن برامي، وما زلنا نتصلوا على هيئة الدفاع اليوم. كل مواطن عنده حقه في أنه يعيش في وطنه، كل مواطن عنده حقه في أنه يعيش في وطنه. ربي يجيب الخير لبلادنا. السلام عليكم.